الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز تقديم هدايا للمخطوبة كمثلا كنجاح أو تخرج أو ختم قرآن أو نحو ذلك بحيث أقدم لها هدية؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه متى ما تمت شروط عقد النكاح وانتفت موانعه فإن المرأة تكون زوجة لذلك الرجل، فمتى ما تم العقد وتوفرت شروطه وانتفت موانعه فإن هذه المرأة تعتبر زوجة لك وفقك الله، فلك أن تهديها ولك أن تخاطبها ولك أن تخلو بها ولك أن تجامعها ولك أن تفعل معها جميع ما يفعله الرجل مع امرأته وأما قبل تمام العقد فإنها تعتبر أجنبية عنك، والأصل المفاصلة بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية وعدم الاتصال بينهما بأي نوع من أنواع الاتصال إلا في حدود ما أجازه الشرع فقط. فإذا كان العقد بينكما قد تم وقد ركن أهلها لك والأمور قد وضعت في نصابها فإنها تعتبر زوجة لك، فلك أن تخاطبها ولك أن تهديها ولك أن تخرج معها ولك أن تخلو بها ولك أن تضمها وتقبلها، بل ولك أن تجامعها أيضا لأنها زوجتك. وأما مجرد العزيمة على خطبتها أو الزواج بها ولم يتم شيء من العقود مطلقا فإن هذا لا يسوغ لك أن تفعل شيئا من ذلك، لأن الأصل المفاصلة بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية، والله أعلم.